بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي، ووضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما وشراحها في الدارين، آمين. الحديث الثامن في باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. الحديث الثامن. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله، ده تابعي من علماء الشام، قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت، يعني رحت بدري الجامع قبل الصلاة بمدة، هجرت يعني قبل صلاة الظهر بمدة، فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه. يبقى ايه الادب؟ تاتي لعالم من قبل وجهه، مش تجيله من جنبه تقوم تتعبه، او تجيله من ورائه وتعمل له كده، ها تجيله من قبل وجهه وقت الايه البيوته من ابوابها، فهمت؟ فراح جاله من قبل وجهه، فسلمت عليه ثم قلت: والله اني لا احبك لله. شوف كلمة في الله معناها بيت لله، مش كده؟ في الفي، الفي معنى التعليل. والله إني لا أحبك لله. فقال: آه الله. فقلت: الله، يعني بيستحلفه يعني. فقال تاني: آه الله. فقلت: الله. فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إلي، الحبوة اللي يعرف الحزام اللي يبقى إيه ربطه في وسطك، فمسكه من وسطه كده وجذبه إليه، جبزه إليه، جذبه وجبزه بمعنى واحد، فجبذني فجذبني بمعنى واحد، فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قول هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. قول الله فقلت الله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام، والثاني بلا مد. وعن أبي كريمة المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وروي أيضا مسلسلا بالمحبة. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني لا أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله.
فقال أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أعلمته؟ أنا عندي هنا أعلمته بحذف همزة الاستفهام. الرواية عندي كده أعلمته بحذف حرف الاستفهام. الله برضو أحبك الله الذي أحبك الذي أحببتني له. ما عنديش هنا لفظ الجلالة في الرواية اللي عندي، ما فيش إيه لفظ الجلالة فيها. أحبك الذي أحببتني له، في روايات بيقول لك كاتبين أحبك الله الذي أحببتني له، لكن أنا الرواية عندي أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نقرأ الشرح. وعن أبي إدريس اسمه عايذ، عايذ الله بتحتية ومعجمة، عايز بمعنى عائذ بس بتسهيل الهمزة فبقت ياء، أصلها عايذ الله فبقت عايذ الله. ابن عبد الله الخولاني، نسبة إلى خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن يشجب، قبيلة نزلت الشام، كذا في لب اللباب للأصبهاني. ولد أبو إدريس رحمه الله عام حنين، يعني العام الكام؟ الثامن من الهجرة، لأن حنين كانت إيه؟ بعد فتح مكة، وفتح مكة كان 8 هجري، وحنين بعدها على طول، فتح مكة في رمضان، وحنين كانت إيه؟ في شوال. عام حنين وهو من كبار التابعين، يبقى إيه؟ اتولد سنة 8 هجري. روى عنه الزهري، توفي سنة 80. قال سعيد بن عبد العزيز كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، قال دخلت مسجد دمشق بكسر الدال المهملة وفتح الميم، وحكى في المطالع كسرها دمشق أعظم بلاد الشام، فإذا فتى براق بتشديد الراء الثنايا أي أبيض الثغر حسنه، وقيل معناه كثير التبسم، يعني مجاز برضو. وإذا الناس معه أتباع له لكونه صحابيا عالما فقيها، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل هو معاذ بن جبل، هو الأنصاري الذي قال في حقه صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. ما هو النبي إيه إدى لكل واحد نشان من الصحابة؟ قال مثلا إيه؟ أفرادكم زيد، وأقضاكم علي، وأعلم الناس بالحلال والحرام مين؟ معاذ. يبقى إيه كل واحد النبي إداله إيه؟ خاصية كده. وقال السيوطي قال الباجي، نسبة لباجة مدينة في تونس، قال الباجي قال أحمد بن خالد وهو أبو حازم، وفي هذا القول نظر، وإنما هو عبادة بن الصامت، فقد رواه شعبة عن يعلى عن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أبي إدريس الخولاني قال لقيت عبادة بن الصامت فذكر الحديث، وقال ابن عبد البر زعم قوم أن هذا الحديث خطأ وأن مالكا وهم فيه، وأسقط من إسناده أبا مسلم الخراساني، وزعموا أن أبا إدريس رواه عن أبي مسلم عن معاذ، وقال آخرون وهم فيه أبو حازم، قال وهذا كله تخرص، يعني تخبط تخمين. وقد روى عن أبي إدريس، روي عن أبي إدريس من وجوه شتى غير طريق أبي حازم أنه لقي معاذا وسمع منه، فلا شيء في ذلك على مالك ولا على أبي حازم، انتهى. قلت وحديث أبي مسلم عن معاذ رواه ابن حبان في صحيح نحو حديث أبي إدريس، فلما كان أي حصل من الغد هجرت أي إلى المسجد، فوجدته قد سبقني بالتهجير لمسارعتي إلى طريق البر واهتمامي به، ووجدته يصلي يعني نافلة، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه، فيه تنبيه على أن الأدب لمن ورد على مشغول بالله تعالى ألا يشغله ويلهيه عما هو فيه، يعني انتظر لما خلص صلاته، فقد ورد من أشغل مشغولا بالله أدركه المقت في الوقت، وفيه أن الأدب قصد الإنسان من قبل وجهه، كما يستحب الدخول إلى البيت من باب السلام لأنه من جهة وجه البيت،
فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك. عارف مكة، مسجد مكة يعني في العمرة، الأفضل أن تدخل من باب السلام، الأفضل يعني إن كان في طريقك. ليه؟ لأن باب السلام لما بتخش منه تلاقي باب الكعبة قدامك، يبقى كأنك جاي إيه مواجها من جهة. فقال: الله، يعني كأنه بيقول له والله. فهمت بقى إزاي؟ الله بهمزة الاستفهام الممدودة المعوض عنها عن حرف القسم، فلذلك وجب جر ما بعدها. قال أبو إدريس: الله. ضبطه المصنف بالهمزة المقصورة وهو مجرور لنيابة الهمزة مناب حرف القسم، فقال أي تأكيدا للقسم: الله تاني، فقلت: الله. فأخذ بحبوة ردائي. يحتمل أن تكون الإضافة بيانية، ويحتمل أن تكون بمعنى اللام، يعني حبوة لحبوة ردائي. والحبوة من الاحتباء، فجبذني إليه. قال في النهاية: الجبذ لغة في الجذب، وقيل هو مقلوب منه. وفي المصباح: جبذه جبذا من باب ضرب مثل جذبه، قيل مقلوب منه لغة تميمية. وأنكره ابن السراج وقال: ليس أحدهما مأخوذا من الآخر، لأن كل واحد يتصرف في نفسه. فقال: أبشر بقطع الهمزة وكسر الشين، ويجوز وصل الهمزة وفتح الشين. فقال: أبشر وضمها، فقال: أبشر. قال في المصباح: بشر بكذا يبشر من باب فرحة، بشر على وزن فرحة، بشر بكذا. في بعض الكتب كتبها بشر غلط، بشر تبقى فرحة وزنا ومعنى، فتصلح التشكيل اللي عندك. بشر بكذا يبشر من باب فرحة يفرح وزنا ومعنى، وهو الاستبشار أيضا. ويقال: بشرته أبشره من باب قتل قتله قتلته، زي ايه يبقى بشرته. وتكون البشرة في الخبر السار، واستعمالها في الشر قليل للتهكم. شوف قول الله تعالى في سورة الحجر: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. حمزة يقرأ ايه؟ لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قراءة حمزة نبشرك، فهمت؟ دي في قراءة حمزة في سورة الحجر. فلما يقولك ايه بشرة ماشية برضو لأنها جاية متواترة، فهمت يا أستاذ؟ وحذف واستعمالها في الشر قليل للتهكم، زي وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، المفروض يقول لي وأنذر، فجابها بشر في أمر فيه شر وهو العذاب، دليل التهكم بهم، فهمت؟ وحذف المبشر به لدلالة الحديث عليه، وهو قوله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي، من الوجوب والثبوت، يعني ثبتت، أي ذلك كائن أو وقعت. فإذا وجبت جنوبها يعني وقعت على جنبها، وجبت الشمس يعني غربت، سقطت في الأفق يعني، يبقى وجبت بمعنى إيه سقطت، وسقطت بمعنى برضو إيه وقعت، يقول سقطت أو وقعت، فهمت بقى؟ يبقى وجبت ثبتت، من الوجوب والثبوت، أي ذلك كائن لا محالة، للمتحابين في، أي من أجلي، لا لعرض ولا لغرض، والمتجالسين في، والمتزاورين في، تفاعل من الزيارة، والمتباذلين في، تفاعل من البذل. قال الباجي: أي الذين يبذلون أنفسهم في مرضاتي من الإنفاق على عدوه وغير ذلك. مما أمروا به، بيتهيألي كده عدو دي عايزة تتراجع،
هو مكتوب عدوي، يبنوا النسخة فيها الكلمة دي بس ايه، محتاجة مراجعة. وكاتب عنها في الايه مش كذا في الاصل. اه فليحرر. هو ناقلها كده بس هي مش واضحة. أي الذين يبذلون أنفسهم في مرضات من الإنفاق على إيه؟ على بعضهم البعض بقى، وغير ذلك مما أمروا به. والمراد أنا فاعل كل هذه الأمور من الجانبين، كما يدل عليه صيغة التفاعل إذا كان لوجه الله تعالى لا لعرض أو لغرض فان ولا لغرض، فإنه تجب له محبة مولاه، وهذا أعظم الجزاء وأشرف الحباء، فيدل على شرف هذا. وقد ورد من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كما تقدم. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح، فإنه رواه فيه عن أبي حازم عن أبي إدريس الخولاني قال الحافظ المنذري في الترغيب، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه. قوله هجرت أي بكرت، ومنه حديث لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني التبكير لصلاة الجمعة، وهو بتشديد الجيم. قال في النهاية التهجير التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه، يقال هجر تهجيرا، هجر تهجيرا، هجر تهجيرا، لكن هجر بمعنى إيه؟ شتم. لما تقول هجر يعني بمعنى شتم، لكن لما تقول هجر يعني بكر، تبقى تشدد، هجر يعني بكر وزنا ومعنى. هجر تهجيرا يعني بكر تبكيرا، فهو مهجر، وهي لغة حجازية. قوله الله، فقلت الله الأول بهمزة ممدودة والثاني بلا مد. قال الشيخ نفيس الدين العلوي ومن خطه، ومن خطه نقلت سماعا في الموطأ بالمد فيهما، يعني سماع في المد الله، قال الله يعني مد في الاثنين. ثم إن المصنف سكت عن بيان إعرابهما. قال النحاة والعبارة للردي في شرح الكافية إذا حذف حرف القسم الأصلي، أعني الباء، يقول له بالله، مش حروف القسم، الواو والباء والتاء، مش كده برضو؟ دي الحروف الأصلية، تقول والله تالله بالله، مش كده برضو؟ دي حروف القسم الأصلية، وحرف القسم حرف جر يجر ما بعده على طول، مش كده؟ فأنا بيقول لك إيه، إذا حذف حرف القسم الأصلي أعني الباء، فإن لم يبدل منه فالمختار النصب بفعل القسم، ويختص لفظ الله بجواز الجر مع حذف الجر بلا عوض. قلت عبارة الجمع الصغير تومئ إلى وجوب الجر حينئذ، ويختص لفظ الله بتعويض لفظها أو همزة الاستفهام من الجار، وكذا عوض من الجار فيها قطع الهمزة الله في الدرج، يعني في إدراجها في القسم يعني، وكأنها حذفت للدرج لإدراجها في القسم يعني. ثم ردت عوضا من الحروف، وجار الله جعل هذه الأحرف عوضا من الواو، يعني كأن إيه، الله هذه الهمزة همزة عوض عن القسم، وتبقى الله إيه لفظ الجلالة مجرور بحرف مقدر اللي هو الحرف المقسم اللي هو والله، واضح؟ وجار الله حقه يقول إيه، وجار لفظ الله، كان يبقى أجمل، ها مش كده أحلى. جعل هذه الأحرف عوضا من الواو، ولعل ذلك لاختصاصها بلفظ الله. ثم قال وإذا دخلت همزة الاستفهام على الله، أي على لفظ الله برضو، فإما أن تبدل همزة الله ألفا صريحة وهو الأكثر، أو تسهل كما هو القياس في الرجل ونحو، ولا تحذف لللبس ولا تبقى للاستثقال. فما تبقى إيه بعد ما يقول الله، شوف توجع الودان، إيه ده، يكون الله تبقى جميلة، ما فيش نشاز، فهمت؟ ولا تحذف لللبس ولا تبقى للاستثقال، زي ما تقول
دي استثقال كده. ها؟ قال: ودليل كون هذه الثلاثة إبدالا معاقبتها لحرف القسم ولزوم الجر مع دون النصب، مع أن النصب بلا عوض أكثر. انتهى ملخصا. وفي شرح المهم قبل ما يقول كده كان الكلام أوضح. ساعات إيه؟ ساعات التوضيح يزيد العبارة إيه؟ غموضا، ساعات أحيانا. وفي شرح الجامع الصغير المغاربة كما قال أبو حيان: يعبرون المغاربة يعني أهل المغرب، يعني فصحاء أهل المغرب، يعني المغاربة كما قال أبو حيان يعبرون عن هذه الهمزة بهمزة الاستفهام، والمراد الصورة لا معنى الاستفهام. قال: وقد قرئ: ولا نكتم شهادة الله، إيه شهادة الله في سورة المائدة، إيه ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين، مش كده؟ في قراءة شاذة بقى يقروها زي إيه؟ لا نكتم شهادة الله إن إذا، يعني والله، فهمت بقى؟ دي قراءة كده شاذة، شاذة يعني غير متواترة يعني. ولا نكتم شهادة الله بتنوين شهادة وقطع الهمزة، ولا فلذا سموها ألف القطع. وليس المراد إلا قطع همزة الوصل التي مع علامة التعريف في الاسم المعظم، لأن هناك ألف قطع جيء بها عوضا من حرف القسم لكنهم يتسامحون فيعبرون عنها بألف القطع كذلك. انتهى. وعن أبي كريمة، والحمد لله أنه انتهى يا أخي. وعن أبي كريمة بوزن حليمة، وقيل أبو يحيى المقداد بكسر الميم وسكون القاف وبالدال المهملة، صواب المقدام على فكرة، الإمام النووي قايل كده مش بالدال، صواب المقدام، لكن اشتهر بالمقداد، سبحان الله يا أخي، لكن هي أصل المقدام. المقداد بكسر الميم وسكون القاف وبالدال المهملة ابن معدي كرب، ابن معدي يكرب بكسر الدال وفتحها وسكون الباء تخفيفا. ويجوز في كرب لغات مع الصرف وإضافة الأول إليه مصروفا وممنوعا. وأصل معنى معدي كرب في لغة قحطان أو حمير وجه الفلاح، وفي لغة غيرهم معنى معدي يكرب يا من جاوز الحد، نبه على الأول السهيلي وعلى الثاني الشيخ خالد الأزهري في شرح التوضيح، ابن سناد ابن عبد الله ابن وهب ابن ربيع ابن الحارث ابن معاوية ابن ثور ابن عفير الكندي رضي الله عنه، كذا نسبه ابن عبد البر، وقيل غير ذلك، وهو أحد الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من كندة بالشام، توفي سنة 87 وهو ابن 91 سنة، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 47 حديثا، كذا في المستخرج المليح لابن الجزري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه في الله لله تعالى فليخبره ندبا. الأمر هنا ليس الوجوب للندب. وعند بعضهم فليعلمه أنه يحبه على تقدير الجار. وحكمته أنه سبب لمزيد الحب وتأكده. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. أنه يحب على تقدير الجار يعني إيه؟ يعني بأنه يحب الجار اللي هو الباء، يعني على تقدير باء الجار، يعني بأنه يحب، فقالك على تقدير الجار، فهمت؟ عشان تفهم بس العبارة ساعدت لك إيه تقدير الجار ده، هو فين الجار يعني؟ فهمت؟ يعني الباء المقدرة بأنه يحب، فهمت يا أستاذ؟ عايزك لما تقرأ تفهم، مش تقرأ خلاص تقول ده محذوف وده مقرر وده مش مقرر، بطل اقرأ وافهم، فهمت؟ عشان تبقى علامة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. رواه أحمد بسند صحيح والبخاري في الأدب المفرد، ولفظه كما قال السخاوي في المقاصد أنه أحبه، ورواه ابن حبان والحاكم وصححاه. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده تأنيسا وتلطفا معه وقال: يا معاذ، والله أتى به للتأكيد المطلوب لأجله القسم إني لا أحبك. شوف يا خبر أبيرة كم تأكيد القسم، والله، وبعدين إني، النون هنا الإيه؟ نون المشددة، إن المشددة دي تدل على التوكيد، ولام التوكيد، يا كم تأكيد القسم، وإن
ولام التوكيد. يا خبر ابي على فصحة النبي، ده لو النبي قالها لي دي والله كنت دبت. فهمت؟ ده كونه تحملها سيدنا معاذ ده دليل ان ربنا هو اللي قواه عشان يتحمل. اني لا احبك ثم اوصيك يا معاذ. وهذا الحديث اوفى شاهد على فضل معاذ وكمال استقامتي واهتمامي بامور ديانته، حيث حصل له هذا المقام الاسنى من المصطفى، وذكره توطئة وبعثا له على امتثال امره بعده. قال بعضهم لما صحت محبة معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم جازاه باعلى منها كما هو عادة الكرام، ولا اكرم منه صلى الله عليه وسلم، ولذا اكده بان واللام وزود عليها والقسم. نسيها ابن علان دي، بان واللام والقسم. لا تدعن اي لا تتركن في دبر بضم المهمله والموحده اي عقب كل صلاه اي مفروضه تقول اي ان تقول او قولك، فهو كما تقدم نظير قولهم تسمع بالمعيد خير من ان تراه، وهو في محل المفعول لتدع. يعني تسمع بالمعيد يعني معنى ايه؟ ان تسمع بالمعيد خير من تراه. في ناس تسمع عنهم احسن ما تراهم، لانك تسمع عنهم تاخد عنهم فكره حلوه، وما تراه بقى يسقط من نظرك. فهمت بقى؟ في ناس كده طول ما هو بعيد عنك وبتسمع عنه اخبار تفتكره حاجه جميله، تيجي تقابله تلاقيه القعده ما عدا ما تقيل، زي ناس كتير انت عارفهم. فعشان كده يقولك تسمع بالمعيد يعني ان تسمع بالمعيد خير من ان تراه، وهو في محل المفعول لتدع. اللهم أعني بقطع الهمزة على ذكرك الشامل للقرآن وسائر الأذكار، وشكرك أي شكر نعمتك الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية التي لا يمكن إحصاؤها، وحسن عبادتك. وإن كان شكرك هنا شكر الله أولى وأعلى من شكر النعمة، لأنك تبقى عبد سوء ما تشكروش إلا من أجل النعمة، تبقى عبد سوء. لكن شوف النبي رفع قدرك، قالك تشكر الله لله كده بغض النظر عن اي سبب، بغض النظر عن اي عله. فهمت؟ اشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. فهمت؟ علشان كده تقييدها بشكر النعمه هنا في الشرح مش حلو، مش عاجبني يعني. ليه؟ لانه ايه؟ بعد ما النبي رفع قدرك انك بتشكر الله بلا عله، جاء في الشرح جعلها شكر بعله، يبقى ادنى من الحديث، الشرح ادنى من المراد. فهمت؟ زي ما ربك بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، ما قالش اشكروا نعمة الله، قال اشكروا لله في سورة البقرة. طب وفي سورة النحل قال ايه؟ واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. سورة النحل كانت مكية، اخذ بايديهم الاول ان تشكروا الله من اجل نعمته اولا، ثم لما ارتقوا بقوا في المدينة قال اشكروا لله لله بقى، فنزلت سورة المائدة فرفع قدرهم. فهذه الفرق بين ايه؟ آية المائدة وآية النحل. فهمت؟ للي بيدرك الكلام يعني. إذا كنت بتدرك وأنت بتقرأ قرآن، ولا بتقرأ وأنت غير مدرك علشان عايز تخلص وتنام؟ وشكرك وحسن عبادتك أي بالقيام بشرائطها وأركانها وسننها من خضوع وخشوع وإخلاص واستغراق وتوجه تام. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الحاكم في موضعين من مستدركه إنه على شرط مسلم، وتعقبه الحافظ في تخريج الأذكار النووية فقال أما قوله إنه صحيح فمسلم، وأما قوله على شرطهما ففيه نظر، فلم يخرج لبعض رواته، وأخرج الحديث أيضا أحمد والطبراني في كتاب الدعاء وابن حبان في صحيحه. وبناء على هذا الحديث سيدنا ابن عطاء الله السكندري في حكمه جاب حكمة فهمها من الحديث ده، الخير ما تطلبه منه هو ما طلبه منك. يبقى خير دعاء تدعو الله به هو ما طلبه منك. فربنا بيقول ايه؟ خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هو طلب منك العباده، فتيجي تدعي تقول اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فراح ترجمها بقى ايه؟ سيدنا احمد بن عطاء الله في الحكمه دي تكتب كده تعليقا على هذا الحديث، ايه؟ توافق حكمه سيدي عبد الله بن عطاء السكندري في قوله في الحكم خير ما تطلبه منه
ما طلبه منك. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمر رجل وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. كان الداعي إلى التأكيد التردد الناشئ مما يدل عليه حاله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أصل كان العرب لما رجل يحب رجل يتكسف يقول له أنا بحبك. لا إيه ده؟ هوموسيكشواليتي دي ولا إيه؟ شذوذ ده ولا إيه؟ كانوا يعتبروها كده العرب زمان. قال لك لا، في حاجة اسمها الحب لله، حب الروحاني، حب الحقائق والعلاقة بالله، مش الحب الجسماني التافه اللي هو أي عايشة أوروبا وأمريكا فيه. احنا عندنا الحب له معنى راقي تاني مختلف، فاهم؟ فكان العرب قبل الاسلام كانوا يعتبروا برضو الحب زي نفس طريقة الاوروبية دي، بيحبوا يعني ايه؟ يعني يشتهيه. فلما الراجل يقول للواحد انا بحبك يعني بشتهيك، ده ممكن يضربه بالسيف، يقول له يا مجرم كده عيب، للأدب، فاهم؟ لما جاء الاسلام ورفع بقى هذه المعاني من المعاني المحسوسة الحيوانية الى معاني اخرى وجدانية جميلة، فجعلوا علاقتك بالله الحب، علاقتك بالرسول الحب، علاقتك بأبيك الحب، علاقتك بأمك الحب، علاقتك بزوجتك الحب، علاقتك بأبنائك الحب، علاقتك حتى ببلدك التي تعيش فيها الحب. فأصبح إيه؟ الحب له معنى تاني راقي واسع غير المعنى الحيواني إيه المنتشر عند إيه؟ عند الأوروبيين الآن، وهو كان منتشر عند العرب قبل الإسلام أيضا، فهمت؟ فده السبب إنه هو كان بيحب الراجل ده لله، بس مكسوف يقول أنا بحبك على عادة العرب. فالنبي قال له لا، روح اخبره، فيهاش حاجة، روح اخبره عشان يغير بقى ايه المعاني الملتبسة عندهم، فهمت؟ فقال يا رسول الله اني لا احب هذا. كان الداعي الى التأكيد التردد الناشئ مما يدل عليه حاله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلمته، يعني معناها اعلمته اعلمته، لكن بحذف همزة ايه؟ همزة الاستفهام. وكثيرا ما يحذف حرف الاستفهام ويراد الاستفهام. أعلمته بتقدير همزة الاستفهام قبله. قال لا، قال أعلمه أي ندبا. ويحتمل أن يكون أمر ذلك بخصوصه على سبيل الوجوب لتهاجر كان بينهم أو تقاطع. لكن التعليل اللي قلته لك ده ما قالهوش حد في المصائف من الشراح. التعليل اللي هو عادتهم أنهم كانوا يأبوا أن يصرحوا بحب بعضهم لبعض مخافة أن يظنوا أن هذا الحب حب حيواني حسي فيساء الفهم، فهمت بقى إزاي؟ فلما جاء الإسلام ووسع معنى الحب، فبقى جائز أنك أنت تقول لصديقك أنا بحبك، وتقول لجارك أنا بحبك، وتقول لابنك أنا بحبك، وتقول لابن جارك أنا بحبك، وهكذا، فاش أي إشكال، فهمت؟ فلحقه فقال إني أحبك في الله، أي لله تعالى. فقال ذلك المعلم أحبك الذي أحببتني له. عدل إليه عن الإتيان بالاسم الجامع إعلاما بسبب حبه تعالى لذلك، وإماء إليه قال العقول والجملة دعائية أخرجها مخرج الماضي أحبك، يعني دي جملة ماضية يقصد بها الدعاء، تحققا له وحرصا على وقوعه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ونكون قد انتهينا اليوم أيضا لليوم التالي على التوالي الساعة 6:30، الحمد لله. يعني ده برضو إيه من بركاتكم علشان تستريحوا مني شوية، وأنا برضو استريح منكم، واخد بقى، كلنا نستريح من بعض، وإن كنا بنستريح مع بعض أكتر طالما بنتعاون على العبادة فتبقى كده أجمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.